نادي مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق مع يوفنتوس الإيطالي بخصوص انتقال النجم كريستيانو رونالدو إلى الشياطين الحمر. بيان لليونايتد أوضح أن النادي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن هذا الانتقال بشرط استيفاء البنود الشخصية مثل تأشيرة السفر والفحوصات الطبية. وهكذا سيعود رونالدو إلى الأولد ترافورد بعد 12 عاماً من رحيله صوب ريال مدريد الإسباني. وبهذا الاتفاق يكون رونالدو قد حسم التكهنات التي راجت حول احتمال انتقاله إلى مانشستر سيتي، الذي كان يسعى لإتمام هذه الصفقة بعد إخفاقه في التعاقد مع مهاجمي توتنهام هاري كين.